بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. لقد نبغت أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في وراثة العلم النبوي الشريف. روت لنا أمنا السيدة عائشة الكثير وعلمت الكثير عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنه شهد لها أهل العلم بذلك، زي ما قال الإمام الذهبي هو بيحكي وبيصف كم لروته أمنا السيدة عائشة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام الذهبي: روت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه. وعبارة الإمام الذهبي بتوضح إنه هي لم تتوقف عند رواية العلم فقط، وإنما هي تعدت ذلك لأنها فهمت وكانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وفسرت وبينت، ولها في تفسير القرآن كثير، ولها في بيان معاني الحديث النبوي الشريف الكثير والكثير. فعلم السيدة عائشة مش بس نقل الرواية ونقل أنها تحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كذلك تشرح وتفهم وتبين. والإمام الزهري قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، من كثرة ما هي كانت يعني شديدة في هذا المجال، في تلقي وراثة علم وراثة أو هذا العلم النبوي الشريف، وكذلك في تعليم هذا العلم المبارك. فقد كانت رضي الله عنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق. كانت أمنا السيدة عائشة مدرسة كبيرة تخرج فيها الكثيرون من أهل العلم اللي تميزوا واشتهروا فيه بعد كده، لأنه تلامذة أمنا السيدة عائشة لم يقفوا عند حد نقل العلم فقط، إنما نبغوا كذلك كأستاذتي. نبغ كتير من تلامذة أمنا السيدة عائشة، وأصبحوا بدورهم يعني قبلة مهمة لطلاب العلم في كل مكان، يعني يضرب الناس كما قيل يضرب الناس إليهم أكباد الإبل ابتغاء ما تعلموه ورثوه من علم عائشة رضي الله تعالى عنها، وأصبحوا بذلك هم أوعي حافظة لهذا العلم العظيم الذي تعلموه من أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. أمنا السيدة عائشة ليها طلبة علم في الطبقة الأولى، من اللي هم طب لما أقول لك الطبقة الأولى الطبقة الثانية والطبقة الثالثة. الطبقة الأولى طبقة الصحابة الكرام، والطبقات بعد كده بقى الصحابة، وبعد كده من كبار الصحابة وصغار الصحابة، إلى بعد كده الطبقة الثانية من صغار الصحابة، وبعد كده التابعين، وهكذا تابع التابعين. الطبقات اللي عاصرتها أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وذهبوا إليها لتلقي العلوم ومعرفة الحديث النبوي الشريف وفهم آيات في القرآن الكريم، وكثير أخذوه عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. اليوم إحنا هنذكر يعني نذكر بالقليل من هؤلاء الرواه المكثرين عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا هي ليها تلامذة كتير جدا، إحنا هنجيب نموذج أو اثنين أو ثلاثة من الذين كانوا أكثر رواية لعلمها أكثر من غيره، اللي لازموها ورووا عنها كتير أكتر من غيرهم، وإن يعني تشعب أو كسر عدد طلاب العلم لأخذوا هذا العلم من أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه. بيتصدر القائمة من أسرة سيدة عائشة عروة ابن الزبير، هو ابن عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي، وهو الحقيقة في دقة رواية الحديث ثقة، في علمه كان فقيها نابغا، هو من مشاهير الطبقة الثانية.
لأن مولده كان في أوائل خلافة سيدنا عمر الفاروق، وهو أكتر رواية يعني أكتر واحد راوي أخذ عن خالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، هو يبقى ابن ستنا أسماء وتبقى خالته ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها. إحنا لما بنذكر بالتلامذة اللي أكثروا في الأخذ من الرواية عن أمنا السيدة عائشة، بنثبت إنه هذا العلم النبوي الشريف الوحي الثاني كان له طلاب علم في زمن النبوة تلقوه عن حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأئمة ومن أئمة ذلك من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وباقي زوجات النبي الكرام، لكن تتصدر القائمة في زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن، تتصدر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية الحديث وفي تعليم الحديث النبوي الشريف. فلما يأتي النهاردة مدعي ينفي ذلك، هو بينفي، هو يكذب برسول الله عليه الصلاة والسلام وينفي وجود السنة النبوية المطهرة الوحي الثاني، وده شيء المقصد منه هو نفي وجود القرآن نفسه والتكذيب كلية بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أرسل به من عند ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من التلامذة المكثرين أيضا ليه يعني قبل ما ننتقل على التلميذ الثاني من تلامذة السيدة عائشة اللي كان مكثر جدا في رواية الحديث، سيدنا برضو عروة ابن الزبير كان الإمام الزهري بيقول إنه كان بحر لا ينزف، يعني حاجة بحر عظيم ملوش قرار، وعلمه كان علم شديد جدا، ده عشان صحبته لأمنا السيدة عائشة، كان شديد الملازمة لخالته عائشة، كان مشهور سيدنا عروة بكثرة السؤال، يسألها كتير جدا، مما كان ده بيثير غبة الطلاب العلم من كثرة دخوله بما أنها خالته، فبيدخل عليها كتير جدا، فأصبح هو ليهم مرجع مهم جدا في تلقي العلوم والمعارف من أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. من المكثرين من في رواية الحديث عن أمنا السيدة عائشة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. القاسم هو أحد الفقهاء بالمدينة معروف، وهو ثقة في رواية الحديث وفي العلم، وهو من كبار الطبقة الثالثة، هو مات حوالي تقريبا 106 تقريبا على الصحيح هجرية، 106 هجرية. هو قتل أبو القاسم اللي هو محمد، اتقتل سنة 38 هجرية في مصر لما قدم أميرا، وبقي القاسم بعد كده يتيم، كان واخداه أمنا السيدة عائشة فأصبح يتيما في حجرها، ربته وقامت بتربية أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فالملازمة دي كانت مهمة لأنه سيدنا القاسم أخذ من أمنا السيدة عائشة، فكان يلازمها مع ما عرف به القاسم من أنه كان نبيه جدا، ذكي جدا، حفيظ جدا، حفظه شديد جدا، وهو كان مشتهر بده وهو حديث السن وهو مازال صغير، وده يسر له الاستيعاب أو الإلمام بكل ما كانت تسمعه آذانه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الشروح اللي كان بيتعلمها من عمته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنه عنده إدراك لكل ما كان يحفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تربى في حجرها وتلقى وشاف الفتاوى بتاعت أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وتبحرها في العلم وتنوع وغزارة العلوم والمعارف عند أمنا السيدة عائشة، وهو في حجرها تربيه وكانت تعلم الأمة وهو يسمع هذا العلم، فتلقى عنها الكثير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا من المكثرين في الرواية عن أمنا السيدة عائشة الأسود ابن يزيد النخعي الكوفي، هو الحقيقة صفته في رواية الحديث كما وصفه العلماء أنه كان ثقة في رواية الحديث، وكان بيطلق عليه العابد، وكان هو من الطبقة الثانية،
وروى الأسود عن أم المؤمنين السيدة عائشة الحقيقة مجموعة من الأحاديث المهمة. وإحنا بنتكلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة لا يفوتنا أن إحنا نشير إلى النساء. مين من النساء اللي كانوا مكثرات في رواية الحديث عشان نعرف أنه مدرسة النبوة أخرجت للعالمين مجموعة من أهل العلم رجالا ونساء في بيئة كانت بتوئد البنات. هذه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرار الأنصارية المدنية، وكانت أيضا في حجر السيدة عائشة وهي تابعية ثقة معروفة بأنها، يشوف العلماء يقول لك ثقة ثبت حجة، وهي امرأة. شوف وصف العلماء ليها من دقة تلقيها وحفظها وفهمها عن أم المؤمنين السيدة عائشة وعن غيرها. والحقيقة أنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اهتم كثيرا بالمرأة اهتماما شديدا، وده من أهل بيته أولا إلى الاهتمام بالنساء جميعا في المجتمع النبوي الشريف، مما أخرج لنا هؤلاء العالمات الفضليات. ها هو ابن حبان يقول عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها كانت من أعلم الناس بحديث عائشة، وذكر ابن سعد أنها كانت، شوف الكلمة، عالمة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن يكتب له أحاديث عمرة. اللي روته عمرة هو عايزه سيدنا عمر بن عبد العزيز من شدة حفظها ودقة تلقيها وفهمها لما كانت ترويه رضي الله تعالى عنها. وده معناه أن الحركة العلمية في إثبات حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن كما يدعون في القرن الثاني والثالث الهجري، إنما ابتدأت منذ زمن النبوة الشريف زي ما أشرنا في الحلقات اللي قبل كده، وإحنا بناخد قدر الطاقة تباعا بس لإفهام الناس أن أساس هذه المدرسة العظيمة في علم الحديث كانت الأساس بتاعها منذ زمن النبوة الشريف. ستنا عمرة تلميذة ستنا عائشة شهد لها الإمام الزهري بقوله، يعني وبيشهد يعني أنه أتى عمرة فبيقول فوجدتها بحرا، يعني وجدها بحر في العلم، ولها الحقيقة باقة من الأحاديث اللي روتها عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. هي بحر في العلوم والمعارف، وعلمت تلاميذ ولها طلاب علم كثر، أعطتهم ما تلقته من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمتهم، لأنه من نصرة هذا الدين ومن نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيد له رجالا ونساء يتلقون هذا العلم الشريف عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتلقي ده مش هيضيع كده سدى، إنما يأتي رجالا ونساء حفاظا طلابا للعلم يقومون بتلقيه وجودة تلقيه وحسن فهمه وجميل تعليمه للطلبة، وحرص إنه الجيل ده بيسلم الجيل اللي بعده، وكل طبقة تسلم الطبقة التي تليها ما ورثته من علوم النبوة أو من علوم النبي الكريم، وهذا العلم الشريف الذي تلقوه بمنتهى الاجتهاد والجد والحرص على الالتزام بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا شفنا ده في تعامل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كانوا بيتلقوا الحديث النبوي الشريف، وإزاي دقة أخذ الحديث للتأكد أن هذا الكلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذا العرض البسيط أنا بس حابة أؤكد، هو عرض بسيط في حق أكبر المحدثات عبر العصور، ستنا وأمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. العرض ده يعني اختصرت قدر الطاقة عشان بس نوصل وندرك الجهود الكبيرة اللي هي قدمتها للأمة الإسلامية، لأنها كانت وما زالت رضي الله عنها قدوة كبيرة للنساء والرجال في العلم والتعلم والتعليم والفقه والزهد وسائر أعمال المعروف رضي الله تعالى عنها. ونثبت بذلك
أن وجود السنة النبوية المطهرة بأنها كانت موجودة وأنها محفوظة من منذ عصر النبوة، وحفاظ الصحابة الكرام حافظوا عليها من جهة التلقي ومن جهة الحفظ ومن جهة الفهم. وها هي محدثة بيت النبوة رضي الله تعالى عنها، ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها، تنقل للعالمين عن طريق طلابها ما تعلمته من وراثة العلم النبوي الشريف، ومن أنكر ذلك فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصدق الله العظيم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة في كل مكان، مشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا نذكر كعادتنا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. احنا بنلتقي حضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبنتشرف ان احنا بناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب على أغلب هذه الأسئلة، وإلا بنرجئها بعضها إلى أقرب حلقة إن احتاجت إلى نوع من المراجعة أو البحث أو الإجابة اللي هي تاخد وقتها، فبننقلها اليوم الأربع وهو اليوم المخصص للرد على الأسئلة اللي بتفد على الصفحة بتاعتنا الرسمية. احنا بنعرض يعني بناخد الأسئلة كده تباعا وبنجاوب عليها تباعا بنوع من التفصيل، وبنعرض كمان يوم الأربع فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. وبنذكر بأنه فقرة الكتاب هي اللي كانت بتتزاع في رمضان يوميا، بتتوزع على مدار العام كل يوم أربع بالترتيب زي ما احنا كنا ماشيين وأثناء المراجعة والتصحيح. ناخد أستاذة سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أهلا وسهلا أستاذة سمية. بداية أنا جد سعيدة لأتحدث معك، أنا من أهلاً. المغرب. أهلا وسهلا. سأحاول أن أتكلم باللغة العربية. أرجو ذلك. شكرا 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 جزيلا. في الحقيقة المشكلة التي بس أنا عايزة أتمنى على حضرتك رفع الصوت قليلا عشان أتمكن من الاستماع إلى السؤال. تفضلي فندم. حاضر حاضر. هي في الحقيقة المشكلة أني في بداية الزواج حصل حمل، وذلك منذ 10 سنوات. حصل حمل وكانت مدة الحمل 35 يوم. فزوجي قال بأن ذلك ليس فيه إثم،
في إسقاط الحمل قبل 40 يوم، لأنه كان قد درس الفقه في مستويات دراسية. وبعد يعني سنوات هو قال أو ذكر لحضرتك بأنه يجوز إسقاط الحمل قبل هذا ما قال، هذا ما قاله لك؟ نعم. وأسقطت ذلك في الحقيقة لوجود ظروف جد صعبة اجتماعية بحكم العمل. كنت أسكن في مدينة بعيدة عن المدينة التي أسكن بها بأميال كثيرة، فكان ذلك هو الحل بالنسبة لي. لكن بعد مرور وقت من سنة شاهدت مجموعة من العلماء يحرمون ذلك تحريما قطعا، ويقولون ويدخلونها في مسألة حقوق النفس. فمنذ ذلك الحين وأنا في اكتئاب. إلى أي مسألة يفتون، أو إلى أي مسألة يدخلونكم؟ يحرمون ذلك من الساعة الأولى. نعم. شاهدت مجموعة من العلماء ذو باع فارتبتي في الأمر. منذ 9 سنوات وأنا أتناول دواء اكتئاب بسبب هذا المشكل، ولدي مشاكل اجتماعية مع زوجي بسبب هذا المشكل. طيب هل تجاوزتم المشكلة؟ يعني ده منذ 9 سنوات، وقت طويل ليس بقصير، كان لابد من تجاوز هذه المشكلة. و تفضلي. ودائما عندي هذا الوسواس أن الله لن يغفر لي وأنني ارتكبت إثما كبير، مع أنني قمت بمشاهدة مجموعة من الآراء ورأيت بأن هناك اختلاف كبير في المسألة. نعم، سأبين لك أختنا الفاضلة. هل هناك سؤال آخر؟ وهل يعتد بالاختلاف بين العلماء في مسائل مثل هذه المسائل؟ هل إيه يا فندم؟ هل يعتد باختلاف العلماء؟ هل لدي عذر أمام الله بسبب هذا الاختلاف، وأنني لم أكن أعلم أن هناك اختلاف كبير إلى هذا الحد في هذه المسألة بالذات؟ تمام، أشكركم أستاذ سمية، سأبين لكم إن شاء الله. أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زي حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا ست أم عبد الرحمن. زي حضرتك. الحمد لله. لو سمحت يا دكتورة، أنا معايا بنتي 12 سنة ونص. نعم. وتوفاها الله، عملت حادث. لا إله إلا الله. عملت حادث. اليوم اللي توفت فيه لما عملت الحادث كان عليها الدورة الشهرية. يا حبيبتي. يعني وهي أنا بقول مع نفسي إن هي يعني هذا سوء خاتمة. لا ليه الله. هي يعني كانت طيبة جدا جدا جدا. ربنا يربط على قلبك، ربنا يربط على قلبك. إنا لله رب. وإنا إليه راجعون. كانت طيبة بس. وفي سؤال ثاني لو سمحتي. ربنا يصبرك. وهل يعني هي عليها حساب؟ حاضر. هي كانت بقالها كم سنة الدورة بتنزل عليها؟ يعني ممكن شهرين سنة؟ أو يعني لا ما كملتش ثلاثة. تمام. هي بابك إلى الجنة وطريقك إلى الجنة. سؤالك الثاني، في سؤال ثاني؟ طيب معانا الست أم مالك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك. أنا بالنسبة لي والدي ووالدتي منفصلين، يعني من وأنا كنت مثلا أولى ابتدائي. ومعايا أخويا كان طفل 2 ونص. ومعاكي إيه؟ أخويا يعني أصغر مني ب5 سنين، كان عندي حوالي 2 ونص. انا دلوقتي متزوجه بقالي 6 سنين، واخويا موجود معايا وكده، يعني ما شاء الله عنده 25 سنه وان شاء الله على جواز. فانا يعني بالنسبه لوالدي ووالدتي ان انا بس انا شايله من ناحيتهم ان انا مثلا مش بسال، وهم مش بيسالوا قوي يعني في غير للضروره القصوى. ففي ان انا مثلا على اي وزر ان انا مش بسال قوي، او بمعنى اصح مش مشده لهم ان انا مثلا بيوحشوني او اتصل بيهم. ده طبيعي لانه العاطفه بتتكون من التربيه، لكن برضو في حته فطريه ان هم الوالدين. لكن حته اني مش لاقيه مشاعر قوي ده طبيعي، لان انا ما لقيتش حد قعد معايا رباني اخد باله مني. طبيعي. لكن رباني جدتي وعمتي. نعم. اللي رباني جدتي يعني وعمتي،
يعني انا في وزر كده عليا لان انا معايا طفلين وخايفه لما اكبر برضو. يعني انت مقطعاهم خالص يا ست ام مالك؟ انا بتكلم بس مش الكلام اللي مثلا واحده بتكلم مامتها كل شويه وكل يوم، يعني ممكن نتكلم في وهي الشغل. وهي بتستقبل المكالمات ازاي؟ بتكلمني عادي، ازيك وازاي اولادك وانا الحمد لله وكده، بس ان انا ايه يعني مش حاسه مثلا كأم لا ان انا ما يعني مشاعر القلب حاجه والمعامله الظاهره ده موضوع تاني احنا نتكلم مع حضرتك فيه. طيب في حاجه تانيه؟ ربنا يخليك، عايزاك تدعي لجوزي ربنا يفك كربه، تدعي لاخويا ربنا يستر معاه. يا رب يفك كرب كل مكروب، ربنا يفك كرب كل مكروب باسمه العظيم الاعظم. استاذ محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا استاذ؟ ربنا يبارك فيك يا رب ويكثر من امثالك يا رب. اللهم امين اجمعين. اخي الفاضل اتفضل يا فندم. حضرتك انا يعني معايا مراتي مريضه، مريضه مرض نفسي يعني حضرتك. كان بعض من الاخوه الزملاء شاروا عليا قالوا لي ايه، روح صلي الجمعه في مسجد السيده نفيسه وخليها تزور ويمكن ربك سبحانه وتعالى يفك الكرب. فالمهم انا خدتها مره ورحت، خدت البال حضرتك، وربنا استجاب للدعاء وتحسنت. فالمهم انا عايز اكرر الزياره ثاني. فالمشكله ان الاخوه المشايخ اللي بيجوا عندنا في المساجد خدت البالك يقول لك حرام انت كده مشرك. ليه مشرك يا خبر ابيض؟ لا ويستندوا الحديث الرسول عليه السلام اللي قال فيه لا يشد الرحال الا لثلاث مساجد. هو احنا بنشد الرحال وانت بتروح فين؟ ده انت بتروح المسجد تصلي وتسلم على واحده من ال بيت النبي الكريم وتاخد بركات ال بيت النبي. وبصراحه يعني انا من يعني مش هقول لحضرتك يعني انا من عشاق السيده نفيسه بامانه يعني فعلا. رضي الله عنها نفيسة العلوم. رضي الله عنها وأرضاها. نفيسة العلوم. العلوم. حاضر. أنا عارفة أخي الفاضل الإشكالية اللي بتقابل البعض وهرد على حضرتك. هنطلع الفاصل إن شاء الله، طبعا نسأل الله التيسير والفتح. هنطلع الفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضرتكم بإذن الله تعالى. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذه سميه من المغرب حدثت مشكله بينها وبين زوجها من حوالي 10 سنوات، وبتقول ان هي كانت حامل ولظروف اجتماعيه معينه كانت لا تستطيع اكمال هذا الحمل، فاخبرها زوجها لانه كان باحث في مجال كما فهمت الدراسات الاسلاميه، فاخبرها بانه هذا الامر جائز قبل يعني نفخ الروح فيه. فبتقول إنها وجدت بعد كده باقة من العلماء أو مجموعة من العلماء يحرمون فعل ذلك. اللي أخبرك به الزوج هو فعل سليم أو هو رأي سليم، لأنه جائز على مذهب السادة الشافعية زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، وعلى ذلك فلا حرج فيما فعلتم صاحبة السؤال. وأنا نصيحتي إن حضرتك ما توقفيش عند هذا الأمر، لأنه الخلاف بين العلماء أمر معتبر في هذه المسألة. طب هم الخلاف بتاع العلماء ده يعني ايه؟ خلاف العلماء بيكون حول فهم النصوص الشرعية، هناك نصوص بيجتهد العلماء على فهمها، فده ليه وجهة نظر وده ليه وجهة نظر. وجهات النظر دي القاعدة بتاعتها ايه؟ النص الشرعي. طيب أليست هذه إرادة ومشيئة إلهية؟ نعم هي مشيئة إلهية إنه يجتهد العلماء وتكون هناك ويكون هناك تنوع في الآراء، وكان مثل هذا التنوع حدث في زمن النبوة الشريف وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطبقة المتخصصة الفاهمة، وإنه ده إثراء للآراء بدل بيكون في المسألة رأي واثنين حتى لا يكون هناك تضييق على الناس. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان في خلافته إذا رأى العلماء اتفقوا ما فيش بينهم أي نوع من الخلاف يعرف أن العلماء ناموا لم يجتهدوا ولم يعملوا عقولهم في نصوص الشرع الشريف، لأن الله أراد من عقول العلماء التجديد الدائم.
النظر في النص الشرعي والاجتهاد فيه لاستنباط الآراء الجديدة والنصوص، رغم أنها يعني النصوص بالنسبة لنا موجودة لأهل العلم للعمل والاجتهاد والبحث والتنقيب فيها، لا لليها وفق الأهواء، وإنما للاجتهاد للاغتراف من أنوار بحورها العظيمة. فسيدنا عمر بن عبد العزيز كان إذا وجد العلماء يقولوا اتفاق اتفاق، ما فيش أي نوع من الاختلاف، كان ينكر ذلك على العلماء ويعتبر أن ذلك نوع من التضييق على الناس، لأن اختلاف العلماء، من هنا كانت هذه العبارة اختلاف العلماء رحمة بالناس، لأن الرأي الذي ينفع سين مش هينفع صاد، مش هينفع دال. فاختلاف البيئات واختلاف أنواع الحيوات والثقافات اللي الناس بتعيشها بتأدي إلى أنه لابد أن يكون الفقه مواكبا لأنواع وأنماط الحياة الإنسانية المختلفة، وهذا لا يكون إلا بأعمال العلماء عقولهم في النصوص الشرعية. فلما نسمع دايما كلمة اختلاف الفقهاء، هذا ليس اختلاف وفق هوى، إنما هو اختلاف بناء على فهمهم للنص الشريف. كل واحد ليه فهم للنص، واللي بيفهم دول مش ناس مش أهل اختصاص زي اللي بيطلعوا علينا بين الحين والحين، لا، دول أهل علم، مدارس علمية، يعني الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، أئمة علماء مشهود لهم في العلم في أزمانهم، كانوا معلمين له في أزمانهم، فهم معروفين أهل تخصص وأهل اجتهاد. أنت أخذت برأي وأفتى لك زوجك أو نقل لك زوجك رأي الشافعية في المسألة وأنت أخذت به، خلاص وفق اجتهادك لفهم ظروفك في ذلك الوقت من 9 سنين ولا من 10 سنين، والله تعالى غفور رحيم، وأبشروا خيرا إن شاء الله، وعليك بكثرة الاستغفار. إحنا على طول المؤمن على طول ملازم للتوبة، ملازم للاستغفار، كثير الأوبة إلى ربه جلت وعلا، والله تعالى أعلى وأعلم. دلوقتي بالنسبة للست أم عبد الرحمن، بنتها ماتت 12 سنة وكانت عندها الدورة الشهرية، ماتت بحادث، فهل هي بتقول ده ينذر بسوء خاتمة؟ يعني كيف هذا يا ست أم عبد الرحمن؟ بنتي لسه الدورة ما جت لهاش شهرين ثلاث، إيه ذنبها يعني أن قدر الله عليها إنها يعني تستشهد في هذا الحادث؟ ونحسبها من الشهداء إن شاء الله تعالى. فأبشري خيرا ببيت الحمد في الجنة، وأكثري من حمد الله سبحانه وتعالى، أكثري من شكره بجوارحك، تكوني على طاعته دايما، ومن كثرة الحمد بلسانك، وإنك تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. اللهم اربط على قلبي، فسل الله أن يربط على قلبك، وأكثري من الحمد. وهي اللي حدث ده خير لكما، لأن الله حكيم رحيم رحمن سبحانه وتعالى لا يقدر على الإنسان إلا ما فيه الخير له، فوجب على الإنسان كثرة الشكر. وفي خصوص الذي يفقد ولده ذكرا كان أو أنثى ويكون حامدا ربه على ذلك، تبني له الملائكة بيت الحمد في الجنة، ويكون هذا البيت لذلك الذي فقد هذا الغالي العزيز. أسأل الله تعالى أن يربط على قلبك، أسأل الله تعالى أن يربط على قلبك، أسأل الله أن يربط على قلبك، اللهم أمين أجمعين. الست أم مالك بتتكلم على أن والدها ووالدتها كانوا منفصلين منذ الصغر، اللي رباها عمتها وجدتها، بتقول أنا بعامل أمي، بتصل بيها، بعامل أبويا، ما فيش عاطفة، فهي خايفة بتودهم بس مش كتير بحساب، لكن ما فيش يعني اللهفة التي يعني المعهود أن نراها من الأبناء البارين بآبائهم وأمهاتهم. عليك بالبر الظاهر اللي ربنا هيحاسبنا عليه يا ست أم مالك، أما ما لا نملكه من المشاعر لا يؤاخذنا الله تعالى عليه. أنا إزاي يعني أنا قلبي ده بين إيدي ولا بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى؟ بين يدي الرحمن. أنا المطلوب مني شرعا أني أحسن إليه، مش عارفة يعني يكون عندي العاطفة اللي المفروض تظهر تجاه هذه الوالدة، ده شيء طبيعي لأنها تركتك، ما ربتكيش، ما حنتش عليك، فطبيعي يبقى في جزء من الجفاف العاطفي بينكم، لكن ده مش مبرر ألا أسأل.
وألا أسأل دعائها، فأسأل دعائها وأبرها. وشوفي بقى ده قمة البر، إنها لم تقم ببرك في صغرك وإنت محافظة على البر، فده شيء أنت عملتي الله سبحانه وتعالى فيه. يعني عليك أن تعامل الله تعالى في الوالدين، لكن ما في القلب لا يحاسب عليه الإنسان. وما تمداش بقى أنا مع الأفكار، يعني فلاقي نفسي لساني بيغلط بقول كلمة، لا خلاص أقطع على نفسي هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم التقصير وأن يعينك على هذا البر. الأستاذ محمد، زوجته كانت أصابها مرض نفسي، ونصحه بعض الأحبة بأنه يصلي الجمعة في مسجد السيدة نفيس، ربما يفك الكرب من هذا القرب المبارك يعني. وبيقول ربنا استجاب الدعاء، هو عايز يكرر الزيارة، فبعدين بيقول بعض الإخوة يحرموا يعني الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، أو بيحرموا كمان زيارة آل بيت النبي. هذه بقاع طاهرة، شاء من شاء وأبى من أبى. هي بقاع طاهرة بها أناس صالحون، كلنا نرجو الله تعالى سبحانه وتعالى وحده. إحنا بنحب آل بيت النبي ليه؟ واللي من اشتهر منهم دول اللي اشتهروا بالعلم والعبادة والزهد. ما هي ذرية النبي كبيرة، لكن في صلحاء كده اللي بدوا ظهروا، فإحنا متعلقون بهم محبة لرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا هم ملتزمين بما وجه إليه رسول الله للعالمين، فكانوا ملتزمين به، فإحنا بنحبهم لمحبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أهل فقه ودين وورع. ستنا نفيسة تلقب بنفيسة العلوم. شوف الإمام الشافعي اللي كان بيروح ويتكلم معاه ويتناقش معاه في العلم، يعني كيف نحرم على الناس ذلك؟ بيشركوا بيروحوا يعبدوهم مثلا؟ يعني هذا الكلام ما زال، ويقول لك ما تصليش في مسجد فيه قبر. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضم قبره الشريف إلى المسجد، وده كان في زمن الصحابة شافوا ده ولم ينكر أحدا ذلك، لو فيش مسلم هيسجد يصلي القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى، اذهب إلى أمنا سيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأبلغها منا السلام، واذهب ولا تلتفت، رضي الله عن آل بيت النبي الأطهار، ورضي الله عن الصحابة الكرام، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى كليمك، وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء،
اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.